ريال مدريد كريم بنزيما ذو الاصول الجزائريه علي الانتقادات التي تطاله في فرنسا حيث تهجم علي النشيد الفرنسي موضحا بانه لا يقوم بترديد النشيد الفرنسي لأنه يدعو إلى الحرب ويحرض على ذلك وهذا في تصريح للصحافة الإسبانية كما أضاف بنزيما بأنه لا يحب النشيد الفرنسي لهذا الأمر حيث عاد بنزيما إلى قضيته مع فالبوينا مؤكدا بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لم يفارقه طيلة اليوم الذي قضاه في السجن